الفتون عند فرنسا بوحدها، خلي عليك اسبانيا، البرتغال، ايطاليا، وعاد جات الامريك، كندا، اسيا، عاد دول ديال الخارج، حيت ولاو تما مشاريع تبارك الله سياحيه، يجيوها الاجانب اللي كيبغيو يلقاو دي بلا ديال الحرزه كما ولفوهم. عاد كاين طلب الاخر اللي هو يعني المواد ديال التجميل اللي الاصل ديالها من المستخلصات ديال الحلزون، سواء من الهلال سواء من البيض ديال الحلزون، نظرا للاهميه ديالو يعني في ترميم البشره، في تشديد الخلايا، في ترميم الجروح، وسميتو سيكاتريزون، يعني عندها يعني واحد الدور عجيب عند هاد لاباف ديال الاسكارغو، عند الكافيار تاع الاسكارغو. ومن اكتشفوا هذا الشيء اكتشفوه من الناس القدام اللي كانوا كيداووا به، كانوا الناس القدام يعني من الشعوب ديال من الفراعنه وشعوب المايا كانوا كيشدوه ويدكوه هو وسميتو لاكوكي ديالو، كيديروا به يعني سميتو الجروح، وكتلاقوا الجروح يعني في واحد السرعه عجيبه، فيه اونتي باكتيري، فيه اونتي غيد، فيه اونتي سيكاتري، يعني اونتي سيكاتري يعني سيكاتريزون، يعني عجيب. فبدا الاهتمام والطلب الزائد على هذه المواد هذه. فاوروبا الان عندهم خصاص، علاش؟ لان بدات تدمير ديال واحد العدد ديال الفصائل مع اكثر الاستهلاك، استهلاك كثير. فاش داروا؟ داروا يعني تقنين، ما بقاش يعني داروا فصائل يعني اللي مهدده بالانقراض، يعني ولات يعني محفوظه سوف غاردي، ما بقاش تقيسها، ولاو كيجيبوا منها من الدول الاخرى، من الشمال، خصوصا من شمال افريقيا. كانت يعني طلوات كثيره كتمشي من المغرب، من الجزائر، من تونس، يعني اطنان، الاف الاطنان. كان المغرب يصدر واحد 25000 طن ديال الحلزون، كان كيصدر كله مصدر ديالو من الجمع، يعني ما كانش شي ضيعه ديال التربيه ديال الحلزون في المغرب. فبهذا الجمع هذا الجائر اثر على يعني الثروات ديالنا ديال البلاد، حتى ولاو بعض الفصائل عندنا في البلاد ديالنا مهدده حتى هي بالانقراض، كما تشوفوا دروك التوالي ديال سنوات الجفاف اثرت على 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 الانتاج ديال الحلزون، الزحف العمراني اثر على الانتاج ديال الحلزون، ظهور الضيعات النموذجيه ديال الفلاحه اللي كتحارب الحلزون، يعني تدمير الغابات اللي كانت سميتو الجوانب ديال يعني السقا وكذا، يعني نقص ندره المياه، يعني الابار والماء ديال السقا ما بقاش، يعني حتى دوك لي كونديسيون ولا الظروف الملائمه باش هاد الحلزون يعيش فيها ولات كتقلال، ولات كتقلال. فبدات التدمير حتى في الجمع، ما كانوش الناس كيعرفوا امتى خصو الحلزون يتجمع وامتى ما خصوش يتجمع، يعني ما كيعطيوش واحد الفرصه لهاد الحلزون لما كيفيق من السبات ديالو باش يبيض ولا باش يتزاوج، ويعطيوه الوقت حتى يبيض عاد يجمعوه، كيجمعوا كل شيء، الكبير والصغير، الفرخ اللي كبر اللي مازال ما كبر، كيتجمع كل شيء. اش كيديروا صحاب الى شي حد فيكم مشى لدوك ستاسيون دو كونديسيونمون، ستاسيون دومباراج اللي كيصدروا الحلزون لاوروبا، غادي تلقى واحد المنطقه قريبه ليهم ما تدوزش منها بالريحه ديال الخنز. علاش؟ لان ملي كيطريطيو هذاك الحلزون كيديروا له سميتو يغربلوه ويديروا له الكاليبراج، داك الديشي كامل، داك الديشي كامل كيلوحوه، ما كيرجعوش داك الصغير، الفرخ الصغير اللي مازال ما بلغ، اللي مازال ما وصل لاجابيب ديالو، كيلوحوه وكيموت. اطنان 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 في المواسم، راه ما دوش من حدا دوك المناطق اللي فيهم هاد لي ستاسيون دومباراج، وكاينه 18 ستاسيون دومباراج في المغرب اللي كاينه ديال تصدير ديال الحلزون، وكلها مرتكزه في المناطق ديال الغرب، ابتداء من النواحي ديال قنيطره، الرباط، سيدي علال، تازي، سيدي علال البحراوي، بالقصيري، هاد المناطق كلهم، وطلع للشمال في كاينين في مركزين. كانت واحد ستاسيون في القليعه ولكن هاد السيد كان كيدير الخضره وكان كيشد لي مارشي ديال الكونديسيونمون ديال الاسكارغو، مره يمكن كتكون عندي شو كوموند كيصدرها من هنا من القليعه. فهاد الخصص هذا اضطروا الناس يكتشفوا شي طريقه باش يربيو الحلزون باش يبقى ديما متوفر. عرفتي شحال صدر المغرب في هذه السنوات الاخيره خصوصا في 2020؟ 7000 طن، شوف من 25000 طن حتى ل 7000 طن، ولا واحد العدد ديال لي مارشي دروك في اوروبا شدوهم ناس اخرين اللي بداو التربيه وتوفر عندهم الحلزون. يعني حنا بدينا كنفقدوا القيمه ديالنا في السوق العالمي في الحلزون، لان ما بقيناش كنوفروا ديك الجوده وديك الكميه المطلوبه في السوق.
لهذا كنفكروا دائما في المغرب كيفاش نلقاو البديل، والبديل هو التربيه، البديل هو الالفاج، باش نرحموا هذاك المخلوق اللي في الطبيعه، نخليوه يتكاثر، نخليوه يعيش حياته ديالو الطبيعيه، ما ندمروش. كذلك نوفروا واحد الحلزون اللي هو صحي. علاش؟ لان اكثر الحلزون دروك اللي كيتكال دروك في الشارع وكذا، المصدر ديالو من الضيعات الفلاحيه، اغلبه من الضيعات الفلاحيه. الضيعات الفلاحيه كيستعملوها سميده كيماويه، كيستعملوا مبيدات حشريه. والحلزون سيتان بيو اكيميلاتور، كيجمع هاد المواد السامه، ما كتضروش، اغلب المواد السامه ما كتضروش، فكيجمعها كيخزنها. المستهلك كيجي كياكل، كيقول لك شكلي بزاف ديال الحلزون، ولكن فين المصدر ديال هاد الحلزون؟ كان من الجبل، من البلاصه، من الغابه اللي ما كطيناش في برودوي كيميك مزيان. هذا الحلزون طبيعي صحي، ولكن الا جا من الضيعه الفلاحيه، جا من جهه الميدان حدا لوزينات ديال لي برودوي كيميك وكذا، هذا الحلزون ما بقاش طبيعي ولا فيه مواد. اذا حتى في الاستخلاص ديال المواد التجميل منه كيبقى فيها الاثار ديال هذوك لي تراس الميتاليك، كيبقاو في هاد الحلزون اللي هو مصدر ديالو من بلاصه اللي هي ملوثه. فحنا كمستثمرين مستقبليين ان شاء الله غادي نعرفوا في هاد التكوين ديالنا اشنا هي الاصناف، بعدا نتعرفوا على الحلزون كمخلوق اشنا هو، كيفاش كيعيش، كيفاش كياكل، اشنا هي الظروف اللي كتناسبو، الظروف اللي خصو يتزاوج فيها، الظروف اللي غيتكاثر فيها، الظروف اللي غادي يتفقس فيها داك البيض، الظروف اللي غنخزن فيها الحلزون، امتى غنجمعو، كيفاش كنعرف، يعني جميع الحيثيات ديال تربيه الحلزون ديال هاد لي سيكولتور غادي نعرفوها من هاد الدوره التكوينيه كبدايه، باش نتحطو بعدا في السكه نعرفو اشنا هو هاد الحلزون، اشنا هي الظروف اللي كتواتيه، كيفاش كيتربى، الطرق المعتمده دوليا، وحنا غاديين حتى نوصلوا للتثمين ديالو. ومن بعد كاينه افاق اخرى اللي هي الترانسفورماسيون، التحويل. الناس في اوروبا وصلوا للتحويل، كاين كاشات الحلزون، واحد التعاونيه في فاس كدير الخليع الحلزون، يعني حنا حتى بدينا كنهضروا حنا يعني في المغرب، كاين لي كونسيرف ديال الحلزون، كاين دي حلزون يعني بريباري دي سكاربو بريباري لا بورغونيون، يعني مصاوب ومطبوخ بطريقه اوروبيه، لان فيه بزاف ديال الطرق ديال الطبخ، ماشي بحالنا حنا كما كنعرفوا غير بالاعشاب. كاين طرق اخرى، كاين لي بروشيت ديال الحلزون، لي سوسيس ديال الحلزون، كاين كاشير ديال الحلزون، يعني بزاف ديال، وهو واحد الغذاء مفيد، مصدر عظيم للبروتين سون كوليسترول. ما فيش الكوليسترول بالنسبه للناس اللي بغاو يعني يديروا واحد الريجيم خايف من الكوليسترول، اللحم هو مفيد للناس اللي عندهم الجلوتين والناس ديال السكر، مفيد لهم جدا. علاش؟ غني بالاملاح المعدنيه، هذوك لي زوريغو ليمون لي مينيرو اللي كيحتاج الانسان مونغانيز والفير موجودين في الحلزون. اذا هذا واحد المصدر ديال البروتين عجيب. كنت في المنطقه ديال الشرق، لقيت كان واحد التعاوني تما دارت واحد الدراسه ديال السوق، فقط في واحد المنطقه تما، واحد السوق جهه تبركان كيسموه فزوان، كيتستهلك فيه 80 طن سنويا ديال الحلزون. هذا غير هذا السوق هذا بوحدو، وبلا شي بالحساب، لان عنده بحال واحد الرحبه ديال الحلزون كيتعبر، اي واحد دخل الحلزون كيتعبر، 80 طن سنويا كتمشي من ذاك السوق. هذا غير سوق واحد في المغرب، يعني حتى المغاربه خصوصا في المناطق بدا من مراكش للفوق كيتستهلك الحلزون مزيان. حنا مازال في سوس هنا عندنا الناس، خصوصا الناس ديال سوس ما تاكلوش الحلزون، ما تيدوقوش، ولكن الا مشينا حتى دخلنا هذه الثقافه انه يطيب بطرق اخرى، يتبريبارا به لي بات باستيشو، يتصاوب به لي بلا البيتزا لي سوب، يعني بزاف ديال الامور كاينه في الحلزون. فان شاء الله غادي نبداو التكوين ديالنا. اول حاجه نتعرفوا على الاصناف ديال الحلزون قبل التربيه. اول صنف اللي غادي تعرفوا عليه هو هاد ليكس اسبيرسا. هاد ليكس اسبيرسا فيه ليكس اسبيرسا مينيما
وفيه ليكس اسبيرسا ماكسيمالي كتسمعوا عليه تيغري تيغري اوردوغري الرمادي الكبير والرمادي الصغير، ولكن الاسم العلمي ديالو باش معروف على الصعيد العالمي ليكس اسبيرسا. ليكس اسبيرسا حنا عندنا في المغرب اغلب الحريفيه كيطلقوا عليه السميه ديال الجغل. الجغل كيتسمى بالجغل، الاسم المتداول في السوق كيتسمى الجغل. وكاين اللي فيه الكبير وفيه الصغير على حسب الحجم وعلى حسب لو بوا، هما نفس الفصيله. يعني ليكس اسبيرسا من نفس الفصيله ديال الهيليكس، وهذا موجود في شمال افريقيا وفي الدول الاوروبيه. وكان يعني عندنا في المغرب من بين الاصناف اللي هي نادره كذلك في المغرب، اعظم يعني منطقه اللي كيتصدر منها الكميات كبيره من هذه الهيليكس اسبيرسا هي الجزائر. باقي عندها يعني واحد الفور بوتونسيال عندها ديال الهيليكس اسبيرسا ديال الطبيعه باقي عند الجزائر، وموجود دوك في المغرب واحد المنطقه في جهه الشمال، منطقه الشرق موجود فيها واحد الكميه قليله، جهه فاس موجود فيه واحد الكميه قليله، الضيعات ديال الليمون عندنا حنايا، جهه قنيطره، جهه الوالديه، يعني هاد المناطق اللي باقي متوفر فيها اما قليل دروك نسمو لكم قليل اللي شاف هاد النوع ديال الحلزون. كلشي كنشوفو دروك هذاك الابيض، وغالب الاوقات دروك كنشوف هذاك الابيض الرقيق اللي كيلصق في الشدر ديال 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 السدر، داك السدر هذوك اللي كنعرفو دروك مازال ما كنعرفوش. هاد الاصناف هادو من بين اغلب الاصناف اللي كتباع على الصعيد العالمي واللي كيتحضروا بها لي فلا في اوروبا وفي امريكا وفي كندا، يعني من الاصناف اللي هي مطلوبه على الصعيد العالمي. وهذا هذا التيغري وهذا الغوكري، لا ديفيرونس بيناتهم في لاطاي وفي لو بوا. كاين هاد لابورغون، هاد لابورغوني هادي كيتسمى الحلزون البورغوني، موجود في فرنسا بوحده، وهي من الفصائل اللي هي يعني سوف كاردي في فرنسا، يعني محافظ عليه، ممنوع تجمعها، ممنوع تستغلها، ممنوع يعني حيت ولات عندهم مهدده بالانقراض، فحافظوا عليها باش ما تبقاش عندهم هاد الا لقاوها عندك جمعتيها بروسي. وكاين هاد ليليكس ابيرتا اتيبيلا، هذه لابيرتا هذه المارشي ديالها كاين في ايطاليا بوحدو، الطالياني اللي كياكلوها، وموجوده فقط في الجزائر وفي تونس، ما كاينش عندنا في المغرب. كانت واحد المده كانت قليله في النواحي ديال الشرق في الحدود ديالنا مع الجزائر، ما بقاتش من قاربه. وهاد لابيرتا هذه باش معروفه، هذه علاش غاليه في الثمن، كتوصل حتى 110 درهم 120 درهم للكيلو في ايطاليا، وكتولد بكثره كثيره، وموجوده فقط في الطبيعه، مازال ما بداو الناس كيفكروا في التربيه ديالها، يلا بدات شي تجارب في الجزائر كيردوها في دي باك ديال التراب، لان هذه كتبغي ملي كتبغي دير ليبيرناسيون كتخشى في التراب واحد 15 حتى 10 سنتيم تحت التراب، ملي كيجمعوها كيجمع بحال كيما كيجمعوا التفاس، داك لي تخوف بحال هكا كيقلبوا عليه يمشوا عليها من التراب باش يجمعوها ويحيدوا يغربلوا داك التراب باش تجمع. دروك ولاو كيفكروا في طرق عصريه للتربيه ديالها في دي باك ديال 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 التراب، باش ملي كيساليو كيحيدوا النبته كيحيدوا التراب في الغربال ويغربلوه وتبقى ليهم يعني الغله ديالهم. يلا بداو هاد التجارب على لابيرتا هذه، وباش معروفه هي خضراء كلها، يعني كيتسمى الحلزون الاخضر خضراء كلها. وهاد لوبيركول ولا هاد لي ديفراغم باش كتسد لاكوكي ديالها ملي كدير لي بيغناسيون ملي كدير السوبات ملي كتصوب كدير واحد القشره غليظه وصحيحه قاصحه بحال شي حجره، الا شتيها تقول غير حجره هذه، ولكن هذا حلزون فيه سوبات راه كيتنفس وعايش، ولي باتمون دو كور ديالو خدامين، لي بومون ديالو خدامين، ولكن بواحد الوتيره قليله باش يبقى سوف كاردي ويبقى مشاد داك الخزان ديالو حتى توفر ليه ثاني الظروف ديال 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 الفياق ديالو ويفيق. وكاينه هاد لامورغيت، هاد لامورغيت هي اللي كنسميوها حنايا في المغرب البابوش العادي، فيه البقريه، فيه العجل، فيه الشيضميه، فيه كل منطقه اشنو هما الانواع اللي كيتوفروا فيها، يعني كاين منطقه اللي كتلقى فيها بزاف تاع الانواع بحال لوطالا بونكتاتا ولا لوطالا لاكتيه، كلهم داخلين في السميه ديال لامورغيت. بالفرنسيه كتسمى لامورغيت بالاسم العلمي ديالها اوطالا، اوطالا. وكاين هاد الاسكاربو جيون دافريك، هاد لاكاتينا هادي ما كاينش عندنا في المغرب، كاين فقط في افريقيا وفي المناطق الاستوائيه،
وغاني حتى هو بلا فاف يعني داك الهولان، وكيتستعمل في الطبخ في الاكل يعني. وكاين اللي كيربي في اوروبا دروك وفي روسيا في اوكرانيا في بولونيا كيربيو كوم انيمال دو كومباني بحال ربي دي شي مشحيت. كاين دي سبيسيمان فيه اللي كيوصلوا حتى الكيلو في البوا ديالو بحال قد المش فهم. كيربيوه هو اللي كتشوف واحد الصوره راه كانت رايجه في واحد الفيديو كان كياكل شي بوبريز وكيتخلعوا الناس كيقول لك اصحابنا هذه الحاجه زون دريوش، ولكن هو الا لقاها الا لقى شي حاجه ميته غادي ياكلها. هو ماشي كارنيفور هو ايربيفور، ولكن يعني حيوان عاشب، ولكن الا لقى شي حاجه ميته فيها مصدر ديال الكالسيوم ولا شي حاجه غير الصباغه صبغتي الطبله ضرب ولا الحديد ديال لاصير ولا صبغتي شي حاجه كيمشي ياكل ديك الصباغه. درتي الفيرمين العود ديال اللي كان مربيو فيه دوك لي سيرفاس كولاج درتي ليه فيرمين يمشي ياكلو عزيز عليه. داكشي اللي هو مثير ولا كيبري ولا كيفيش كولوراسيون ولا شي حاجه كيمشي ياكلو. خطير هو عنده السنان وكلشي. الا شتي تقول هذا راه غير لحمه وسميتو. دونك غادي نهضروا على جوج ديال لا سميتو لي سبيس اللي كيهتموا بهم الان الناس في التربيه، اللي هي ليكس اسبيرسال اللي فيها الرمادي الكبير والرمادي الصغير. بالنسبه للرمادي الكبير القطر ديالو حيت هنا فين كنعرفوا الفرق بين الرمادي الكبير اللي ليكس اسبيرسال ماكسيما والمينيما. اول حاجه كنعرفوه من القطر، وثاني حاجه من لو بوا. يعني كيمشي القطر ديالو من 40 حتى ل 50 ملم، ولو بوا ديالو من 20 حتى 30 غرام. وكاين بزاف في افريقيا، يعني عندنا في الشمال ديال افريقيا فاش موجود، وكيديوه عندنا بزاف الناس ديال اوروبا. علاش كيعوضوا به ديك لي برا ديال البورغونيون، حيت هما ولفوا ياكلوا ديك البورغون وهذه كتشبه يعني في لو بوا وفي لا طاي كتشبه لا بورغونيون، فكيحضروا به لي برا بحالها بحال الطريقه باش كتسمى لا بورغونيون ولا لا بورغونيز. كاين الرمادي الصغير اللي البوا ديالو يعني القطر ديالو 20 ملم، وكيمشي البوا ديالو يعني بين 11 حتى 15 غرام، يعني لا موين ديالو 13 غرام. وهنايا الماكس كيمشي حتى 32 ملم الماكسيموم ديالو. ودروك ولاو كيهتموا بهذا لي ليكسا بيرتا اللي قلت لكم كتتباع في ايطاليا وموجوده بزاف في الجزائر وفي تونس، كيتستهلك بزاف في ايطاليا، ومن اكبر الانواع اللي كتصدر من تونس لايطاليا. والقوقعه ديالو خضراء وتميل يعني تميل كتميل للصفوريه، والقطر ديالها ما بين 23 حتى 27 ملم. هادو هما الاصناف اللي خصنا نعرفوهم، حيت دروك حنا ملي كنبغيو نيغوسيو شي مارشي مع شي واحد، لان غالبا المارشيات كنلقاوهم كلشي كيطلبوا ديفيرونت سبيس. ما كاينش شي مارشي كيقول لك اودي بغيت غير ليكس اسبيرسون وحده، الا كان عنده شي كوموند سبيسيال كيقول لك اودي خصني 3 طون ولا 5 طون ولا 10 طون ديال ليكس اسبيرسون. اما الا كان شي كليون اللي هو ديستريبيتور في اوروبا بغيت يدير معاه كونفونسيون بغيت يدير معاه كونترا كيقول لك اشنو هو لي سبيس اللي تقدر توفر ليا. غالبا كيخدموا ديال لي فاج ويخدموا بالسوفاج، اي حاجه كاين عندك جيبها ليا. يعني كيخدموا بهاد لي ليكس اسبيرسون، كيخدموا بلوطالا اللي سميتها بالفرنسي لا مورغيت، كيخدموا بواحد النوع اخر اللي كتسمى غلاله، راه كنلقاوها بزاف في المبدا ديال الشوف، هي مزرقته وصغيره كتسمى طيبه قيزانه. هذيك اللي كيصدر منها المغرب واحد 80% ديال الصادرات المغرب كتمشي من هاد الغلاله هادي، كيشروها البرتغال والصبريون. هادي ما كتضرباش كتعيشها بطريقه سوفاج، وهي اللي كتغلب الفلاحه فسميتو خطير، كتولد بحال الجراد وكثر من الجراد، والفيرما الا مشيت لها هملتيها ما داويتيش كينغل داكشي لوحدو. فهاد الاصناف هادو كلهم مطلوبين على الصعيد العالمي، هما اللي خدامين فيهم هاد لي ستاسيون كونديسيونمون كلهم اللي كاينين في المغرب في ليكسبورطاسيون. غير واحد القضيه بالنسبه غنشوفوها شي ملي نوصلوا ان شاء الله في الحصه الثانيه، غنشوفوا الاصناف اللي قدرت تصدر وتكال ونستخرجوا منها الكافيار يعني البيض ديال الحلزون، ونستخرجوا منها لاباغ اللي هما جوج ديال ثلاثه ديال لي سبيس. جوج كاين عندنا في المغرب، واحد كاين في فرنسا اللي هي لي ليكس اسبيرسا و لا كاتينا ما كايناش عندنا، و لا بورغون يعني اللي قدرنا حنا نخدموه دروك الان في التربيه اللي ساهل في التربيه وكيتكال ومطلوب وممكن نستخرجوا منه
المواد ديال التجميل اللي هي هيليكس اسبيرسا، وسهله في التربيه، وكتعطي كميه من الهلال وتعطي كميه من البيض. عرفتي شحال تساوي الهلال ديال الحلزون الان في, 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 في السوق العالمي؟ كيمشي بين على حسب واش مستخرج يدويا ولا بالماكينه، كيمشي من 1500 درهم للكيلو لو ليتر حتى 7500 درهم على حسب لاكاليتي، بزاف ديال لي دوغري. غادي نهضروا على هادشي في الفالوريزاسيون. اما بالنسبه للبيض ديالو كيتباع بالكيلو. الا كان بيض مازال ما حضرناه، ما ولا كافيار، ما رقدناش باش يولي كافيار، كيتباع ب 2500 درهم للكيلو. الا كان كافيار رقدناه كيمشي حتى مليون و600 فرانك للكيلو، كيتباع في دي بوات صغار، وهو المنافس للكافيار ديال الحوت. مطلوب في لي غروند ريستورون، في لي غروند سيرفاس، كيتباع يعني يمكن عليه الطلب في العالم، لان من المغذيات ولا من المقويات ديال 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 الانسان، هذا الكافيار ديال الحلزون. البخي ديال الكافيار شحال؟ كيمشي حتى لمليون و600 فرانك الكيلو، 16000 درهم. اول حاجه تعرفوا على هذا الحلزون كيفاش عايش، كيفاش داير، اشنو هو يعني لاناتومي انترن ديالو، اشنو هو لي كومبوزونت ديال هذا الحلزون هذا في الاعضاء ديالو. اول حاجه كاين القوقعه، هذه القوقعه هذه اللي فيها نسبه كبيره برسنتاج كبير ديال الكالسيوم، القوقعه. عاد كاين هذه اللحمه هذه اللي هي لو بي ديالو، لو بي الرجل ديال الحلزون اللي كتكون من الراس، حيت هذا الحلزون كيتصنف اما بطنيه الارجل لي غاستيروبود ولا راسيه الارجل لي سيفالوبود، هو من الفصيله ديال الرخاويات من لي موليسك. عنده جوج ديال المجسات فيهم كيتسموا دي طونتاكول اوكولير، المجسات بصريه اللي فيهم واحد جوج عوينات، وعنده الحاسه ديال الشوف يعني ضعيفه، هو حيوان ليلي، عنده حاسة اللمس وحاسة الشم تري ديفلوبي، يعني حطو هنا يشم الماء في شي قنت يمشي ليه، يشم الماكلة في شي قنت يمشي في داك الاتجاه اللي فيه الماكلة، يعني حاسة الشم واللمس عنده لي ديفلوبي، أما البصر عنده البصر ديالو محدود. وكاينة الغدة يعني الدماغ، الكتلة الدماغية ديالو، وكاينة لابوش يعني الفم ديالو اللي فيها واحد اللسان كيتسمى لو غادولا، اللي فيه دوك الاسنان ديال بحال مبرد، اللسان ديالو بحال مبرد مشوك، ودوك السنان ديما كيتبدلوا، فيه اكثر من 1000 سنه في اللسان ديالو، وباش كيبرد سميتو. عاد من بعد كتجي الحويصلة اللي هي لو جابو، بحال ديك الغرصة ديال الدجاج، كيكون التراب والحجر باش كيعاون في الهضم ديال بحال الدجاج بحال الحمام بحال، عنده تا هو لو جابو ديالو، يعني كاين لوزوفاج اللي هو المريء وتابعوا له جابو. عاد مشيو لو تيب ديجيستيف ديالو ليستوما المعده ديالو. عاد كاينه الكليه، عنده الكليه، عنده الكبده، عنده الرئه وحادي الرئه يعني بيلمونير حتى هو كيتنفس، وكاين واحد الفتحه هنايا كتسمى الفنوستوم كيتنفس فيها، كتحل مره مره وكتسد. عاد كاينه الفتحه ديال لانيس ديالو، يعني الفتحه ديال الشرج اللي فيه لي زيكسكريمون ديالو. ثم كاينين الغدد، الغدد ولا سميتو الغدد التناسلية اللي كتسمع ولا اللي كيتصاوب فيها لي زوفيل ولي سبيرماتوزويد بجوج، لأن هو حيوان ثنائي الدور الجنسي إرمافروديت، عنده مهبل وعنده قضيب، عنده الفاجا وعنده البينيس، يعني كيلعب جوج ديال الأدوار، منه مال منه فيميل، ما كاينش في الحلزون الذكر والانثى، منه ذكر منه انثى. من بين يعني الايجابيات ديال تربيه الحلزون انه بجوج كيتزاوجوا، بجوج كيبيضوا، يعني كيتزاد لا بوبولاسيون. عاد كاين الغدد اللي كيطلق بهم ديال الافرازات ديال الهلام ديال الديبلاسمون، وغادي نعرفوا ان شاء الله من انواع ديال الهلام اللي كاينين عند الحلزون. هذا هو الوصف يعني الخارجي والداخلي ديال الحلزون. كما تشوفوا هنايا القوقعه ديالو فيها 98 حتى
99% ديال الكالسيوم. علاش خصنا نعرفوا هاد النسبة هادي باش نعرفوا بأن التغذية ديالو والمناطق اللي خصو يعيش فيها الحالة زود خص يكون فيها تواجد ديال الكالسيوم. كنا غادي نخدموه بطريقة يعني الإيطالية ما غاديش نعلفوا الحالة زود، خصنا نوفروا ليه غذاء فيه حالة زود وتربة فيها الكالسيوم، وتربة غنية بالكالسيوم فيها 5-7% ديال الكالسيوم. راه غتلقاو هادشي كيفاش غنختاروا التربة والأرض اللي غادي نخدموا فيها التربية ديال الحالة زود. كنت غادي نخدم بطريقة ديال التعليف يعني التسمين بالعلف الجاف، خص هذاك العلف تكون فيه واحد لا تولور، واحد لا كونتيتي، واحد الكمية مهمة من الكالسيوم. علاش مهمة ليه في التكوين ديال القوقعة ديالو، ومهمة ليه خصوصا في المرحلة ديال الإباضة باش يكون بها البيض اللي غادي يعطينا حتى هو واحد لا كوكي لا سميتو بحالو بحال الحاجيات ديال لا بول بوندوز، بحالو بحال الحاجيات ديال الدجاج الابيض، لان حتى هو كيعطي البيض. مرحبا. واش القرايه كلها ليناسك؟ نعم. دابا الماكلة ديالو تكون غنية بالكالسيوم. كياكلهم كياكلهم الى جاع دروك ولا الى كتلقاهم مع الماكلة ياكلهم. شي باسل؟ لا. باسل هو واحد يتكتب في جمهور واحد ليناسك غير الله بزاف كيديروا الباش في المغرب. ماشي ديال البحر، باش كيخدموا في البحر الصيادة. الدجاج صيادة. كيعلقوا الدجاج عين. الحوت حتى هو كيتكال القنية شنو هي كتاكلو. هذا أنا عندي الدري صاحبي عندو واحد الشركة ديال لي روج هنا في بازرو. يعني إلا كانت هاد القنية هي بالنسبة للدوش هو كيدير ديجا لي روج وعندو ماستر واحد لونيتي هنايا في الطريق ديال بازرو إلا عرفناها. Les larves liquides, les insectes liquides, les moulins de vache, elles sont riches en protéines très humaines, surtout dans ces eaux. Et là, soit les eaux qui sont en bio, il y en a qui couchent les matières chimiques ou les chiens. Et nous, on chante les insectes. Mais ça, ma, ma, qu'est-ce que vous les insectes? Le halal, est-ce qu'ils jouent? Sauf qu'il y a qu'il y a des humains, des séchages ou le broyage. وتدخل في لاليمونطاسيون دو بارز ديالك بحال لازولا، حيت لازولا حتى هي غيش كتسعو بلازولا غيش اون بروتين، ولكن ما كياكلهاش خضرا، خصها تنشفها وتخلطها ليه مع بحال دابا الشعير والسنبات ما كيحملوش، ولكن الا تحنطيه ونشف فيه وتحنطيه وعطيتيه ليه مع لاليمونطاسيون ياكلو. الرشيم ديال 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 ديال, 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 ديال الحبوب هذاك حتى هو مهم، غني بالبروتين وغني حيت هو حيوان عشبي اكثر من ما هو يعني لحمي. فهمتي؟ ولكن هاد لي لعبة اللي كيتساشر كيتباعو ديجا في تيبواط. فوالا هذيك ممكن تدخل في يعني فيناندرو يعني اليمونتيغ باغمي لي زاليمونتاسيون لي زاليمون غيش غيش اللي غادي يدخلوا في اليمونتاسيون ديال الاسكاربو. ممكن. دونك قلنا هنايا كيما هضرنا في الوصف ديال الحلزون هذا الكلام اللي قلت على سميتو هو اللي كاين هنايا داك لو بي ديالو. عنده ثلاثه ديال الاجهزه، عنده الجهاز العظمي، عنده الجهاز التنفسي، وعنده الجهاز التناسلي اللي هضرت لكم عليه اللي هو اغماق خوني كيكون عنده جوج ديال الاعضاء التناسليه. ولكن في الحلزون ماشي اوتو في كوندوم، ما كيخصبش والو، عنده جوج ديال الاجهزه يعني ديال التناسل، ما كيخصبش راسو براسو. دونك ضروري من جوج ديال الحلزونات اللي يتلاقاو، واحد فيهم كيعطي الاخر لي سبيرماتوزويد، من بعد كلهم كيوليو دي فاميل ديك الساعه ثاني يديروا لا بوم جوج. دونك خاصو واحد سميتو الحلزون اخر باش يعطينا باش تكون العمليه ديال التزاوج كامله مكمله. الحلزون عنده سلوكيات، عنده نشاط، كاين نشاط يومي وكاين نشاط موسمي. بالنسبه للنشاط اليومي يعني فيه الليل والنهار، بالنهار كينعس وكيفيق بالليل ياكل ويتزاوج ويتحرك اغلب الاوقات، الا في الظروف اللي كتكون ضبابه وكيكون الجو معتدل
وكاين الغمام ممكن تلقاه فايق بالنهار. اما اغلب الاوقات اللي كتكون القضيه مش مشعلاس لان الجسم ديالو ما كيتحملش الاشعه ديال الشمس، يعني من الرخاويات الجسم ديالو رخو، الجسم ديالو فيه كميه ديال الهيوميديتي ديال الرطوبه كبيره، فكيخاف على راسو كيتضرب في هذيك القوقعه ولا كيتخشى في شي بلاصه يعني اللي فيها الضوء ويتخبى فيها شي سيرفاس د كوناج، شي شجره، شي حجره، شي مخشاشه سميتو كيمشي يتخشى يتخبى فيها باش يحافظ على ذاك النسبه ديال الرطوبه ديالو ما يفقدهاش. دونك حنايا ملي كنربيو الحلزون ماشي زعما حنا راه في منطقه كيكون فيها الشمس ما يمكنش نربيو، ممكن نربيو الا كانت سميتو، ولكن خصنا نهيئو ليه الظروف اللي غادي تكون بالليل، يعني ديك الظروف ديال الليل اللي غيفيق فيها اللي خص يكون مناسب باش يفيق الحلزون لا ياكل ويتحرك ويشرب ديك الحركه الليليه. اما بالنهار ينعس واخا تكون الشمس، خص غير يكون واحد الغطاء نباتي مزيان اللي غادي يحمي ليه الرطوبه ديالو ويوفر ليه واحد المأوى اللي هو فخي، وداك اللي كنديرو داك الباليت ديال العود باش يتخبى فيها وينعس فيها، وكتحميه من اشعه الشمس، كتحميه من لي بريداتور، يعني خصك توفر ليه واحد المسكن، واحد المأوى اللي غادي يبقى يرجع ليه بالنهار. هذا هما انا سميتو، حيت الجامع كيقول لك باش نقدر نربي الحلزون في منطقه عندنا فيها الشمس. شوف انت غير داك الحلزون الاخر واش كاين تما ولا ما كاينش، غتلقى الحلزون ديال الطبيعه كاين تما، عرف بان منطقه صالحه للتربيه 100%. منطقه صالحه للتربيه 100%. كيبقى ديك الساعه اشنا هما يعني الاضافات اللي زدتي انت، هذاك الماء اللي زدتي كي داير؟ لان غتولي ترشو، ما بقاش غادي يولي يعني خدام بالنظام الطبيعي ديال الشتاء. داك الماء واش فيه الملوحه؟ واش البي اش ديالو طالع؟ لان ما كيتحملش الحلزون الملوحه، الملحه كتحرقو. دونك خصنا نعرفوا هذا الشيء كامل باش ملي غنبدا التربيه نعرف واش الظروف اللي عندي انا في الضيعه ديالي وفي المدينه ديالي ولا في المنطقه ديالي مناسبه، والمنطقه ديال سوس مناسبه لتربيه الحلزون البيض اكبر المناطق. علاش؟ حتى البياعه والشرايا اللي كانوا كيشريو غير الحلزون ديال الطبيعه، كاين عندنا جوج ديال المناطق معروف بهم الحلزون هنا في منطقه سوس، كاين واحد النوع واحد الجوده عظيمه وعجيبه، كنبدا من اي تمر. نهضر دروك على المنطقه ديال سوس، من اي تمر اللي قلتي لي دروك الناس القدام اللي كانوا كيشريو ويبيعوا يشريو في الحلزون، قول لي الحلزون ديال اي تمر، يقول لك جوده عجيبه، لا كاليتي ديال الشير ولا كاليتي ديال الكوكي، هادو هما الجوج حوايج علاش كيعتمد اللي كيشري الحلزون. لا كاليتي ديال الشير، واش اللحمه مزيانه، حيت كاين واحد ليكيليبر تما بين البروتين والكالسيوم، دونك اللحمه مزيانه وجيده، لوكو ديالها مزيان، ولا كوكي صحيحه، كتصبر الترونسبور، صبر داك العوامل ديال الترياج، وما كتهرش، يعني كلا واحد النسبه مهمه ديال الكالسيوم. دونك قلنا المنطقه ديال اي تامر، منطقه ديال مسا، منطقه ديال مسا، منطقه ديال اكلو، زيد دخل تيزنيت، تيزنيت ثاني منطقه فيها عندك بوعمان، عندك ويجان، عندك دوك المناطق كلهم مناطق فيها واحد الحلزون عنده واحد الجوده عجيبه، لا في القضيه ديال اللحمه ديالو ولوكو ديالو، حيت كاين نقول لكم واحد القضيه، كاين حلزون ديال المناطق الساحليه الرطبه 100%، هذاك الحلزون ديالها ما تيبقوش البيع والشرايه، ما تيصبرش ليهم في التخزين، كيقولوا لها سلعه الماء، وحتى ملي كيلوحوا في الطياب في الكاميله دغيا اللحمه ديالو دغيا كتكمش، كيولي صغير هذاك الشيء، ولكن الاخر الحلزون ديال المناطق اللي هي حرشه، المناطق الجبليه، المناطق المحجره، كيكون الحلزون ديالها الجوده ديالو مزيانه، اللحمه ديالو مزيانه، ولا كوكوي ديالو حتى هي روبست، كتصبر للترونسبور، كتصبر للطياب، كتصبر يعني عندها ضوء، عندها يعني عنده واحد القيمه عند البيع والشرايا. امتى كيخدموا بهذا الحلزون ديال الغار وديال الوالديه وديال اسفي؟ لما كتنقص السلعه، وكاينه جوده في الشياطمه، جوده ديال الحلزون سيد المختار، شي ناحيه من النواحي ديال جديده حتى هو، النواحي ديال سميتو بنين شتوكه، بعض المناطق اللي فيها جوده، المنطقه الشرقيه، المنطقه الشماليه، شي البلاصه اللي فيها الصخر والحجر، كل هذه المناطق فيها الحلزون، دوجا كنهضرو دروك على الحلزون ديال الطبيعه. اما حنايا ملي كنبغيو نربيو هذيك الماكله اللي غادي نعطيو وهذيك الظروف اللي غادي نهيئوا ليه باش يتربى، هي اللي غادي اللي غتحصلنا على الجوده، يعني حنا اللي خصنا نكونوا الجوده في المنتوج ديالنا، سواء الجوده ديال اللحمه ديالو والجوده ديال لاكوكي ديالو، يعني الماكله اللي غنعطيه خص تكون متوازنه في 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 هاد يعني في هاد العناصر ديال التغذيه. دونك العوامل اللي كتاثر
على الحياة ديال الحالة زون على السلوكيات ديالو. أول عامل من العوامل هو الرطوبة. الحالة زون رخوي وكيبغي واحد النسبة ديال الرطوبة باش يكون ناشط بالنهار، واخا تقل نسبة الرطوبة ولكن في الجو، ولكن هذاك حيت شحال الناس كيفكروا كيقول لك اودي ديك المنطقة جافة ما عندناش، ولكن بالليل كتكون رطوبة ملي كنستعمل الوسائل ديال الرشام كانوا في الرطوبة، وداك لا فيجيتاسيون داك الربيع اللي كندير وداك الكولاج سيرفاس كولاج اللي كندير كيوفروا واحد المكان فيه واحد نسبة الرطوبة على الأقل بالعشية بالنهار شاد ليا واحد 40-45% ديال الرطوبة. أما بالليل ملي كنبغي نفيق الحلزون غنخدم الرشاشات ديال الماء بحال إلا كاينة الشتا كيسمع هو داك الشتا وكتطلع النسبة ديال الرطوبة كيفين كيبقى كامل كيتنغمش ويفيق وكذا وكيحل على الماكلة ينشط كتطلع ثاني الشميسه في 6 الصباح 7 الصباح كيرجع ثاني يتخبى تما في داك المأوى ديالو شاد فيه لارونتين ديالو. دونك هادو هما ماشي زعما راه خصني نوفر ليه الرطوبه النهار كامل خصها تبقى خدامين رشاشات، لا لا ما خصهاش نخدموا ليه رشاشات في الحالات النادره ملي كتكون واحد الحراره يعني طالعه سميتو ممكن نديروا شي لقطات ديال الرشاش ديال الماء ولا نكثروهم نزيدو عاد نشوفو مازال البروغرام ديال السقي متى كنسقيو شحال من نوبة شحال تقريبا الاستهلاك ديال الماء ديال الضيعة ديال طبيعة الحالة. إذا كيبغي هو واحد النسبة ديال الرطوبة باش يكون فيها ناشط ويتحرك فيها ويستعد فيها الآف ويستعد فيها التزاوج، يعني ضروري نوفرو ليه واحد النسبة ديال الرطوبة. كذلك الحرارة، الحرارة كيبغي واحد المعدل ديال الحرارة تكون واحد الحرارة معتدلة بين 17 و 23. إلا نقصت الحرارة على 6 ديال الدرجات كينعس كيدخل السبات، طلعات الحرارة فوق من 32 35 36 إلا هذيك النهار اش كينعس، ولكن أنا ما خصوش يدخل ليا السبات ولو طلعت الحرارة ما نخليهش. اش كندير بالليل كنطلق ليا الرشاشة بواحد النسبة كبيرة كيشفي علما مزيان ويفيق بالليل ياكل ويشرب، بالنهار يقول لي غير نعس واخا توصل حتى 45 درجة ديال الحرارة بالنهار. كانت واحد التجربة عند السي رشيد كان ورانا واحد الفيديو ديالو عنده في المنطقة ديالو فين خدام في القيروان، وصل عنده الحرارة 45 درجة، عندهم في المدينة فين خدام فين عنده البروجي ديالو كتوصل الحرارة 50 درجة. ياك السي رشيد كتوصل عندكم حتى أسخن مدينة في العالم وعنده تربية البروجي ديال الحلزون، ولكن متمكن من الظروف اللي غادي تخلي هذا الحلزون مرتاح ولو في 50 درجة الحرارة. علاش؟ لان عنده هذاك لا فيجيتاسيون طالعه مزيان، الغطاء النباتي طالع مزيان، او عدا انت 50 برا ولكن لا طيبتك لداخل في الوسط الربيع وتحط لي باليت ديال العود ودير واحد العود غليظ شويه اللي كيشرب الماء وكيحافظ ما كيخليش داك الحراره تكون مباشره على الحلزون. اذا هنا غادي في هذه الدوره التكوينيه كيولي تغير الافكار ديالنا على الحلزون كما تنسمعوا عليه عند الناس ولا كما تنشوفوا في العدد ديال يعني الفيديوهات في اليوتيوب كتسمع هذا الحلزون خصو ما خصو خصو كذا ما خصوش يكون 45 ما خصوش يكون ما تيبغيش الحراره، حتى كيعيط شي واحد مراكش السلام عليكم سي عبد المجيد انا في مراكش واش مناسب للتربيه ديال الحلزون؟ او دي مناسب ولكن خص انت تعاون باش يكون مناسب، انت خصك تعاون المناخ المغرب كامل الا الى بعض المناطق في الصحراء. دروك كاين مشاريع في الامارات، في الامارات كتوصل الحراره 60 درجه ديال الحراره، وكاين مشاريع في الامارات دي بروجي ديال الماتش راه عليه السي رشيد واحد البروجي ديال الامارات في الامارات وداير التربيه ديال الحلزون. يعني خص انت تعرف كيفاش تحكم في دوك الظروف الملائمه، انت تعاون هذاك المحيط ولا داك لونفيرونمون اللي غيعيش فيه الحلزون، تعاون تزيد شويه ديال الامكانيات باش هذاك الحلزون يبقى عندك عايش وكياكل وكيشرب، لان خصني نستافد باش نقلص هاد الحلزون. هادوك تلقاه في عمر هادوك عام وشي حاجه ولا عامين باش تطلع تولي كبيره، حنا في الفاج ما خصناش توصلو عامين، عندي الوقت محدود خصني 6 شهور وماكس خصني نخرج السلعه ديالي للسوق. اذا خصني ما نخليش علاش اش خلى هاد الحلزون حتى يوصل عامين عاد يوصل للارض؟ كتقطع عليه الشتا تقطع عليه الظروف كيمشي ينعس 15 يوم 20 يوم شهر شهرين 3 شهور حتى 6 شهور عاد يفيق ثاني. إذا ديما معطل كياكل ثاني واحد 3 أيام 4 أيام كتغير ثاني الظروف ديال المناخ كيمشي ينعس. دونك عنده واحد جوج سوبات واحد جوج ديال لي صاغي في الحياة ديالو في السوبات الصيفي والسوبات الشتوي، هادو هما السلوكيات
الموسمية الحلزون الموسمي هو عنده جوج ديال السبات، عنده السبات يعني ديال 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 الشتوي وعنده السبات الصيفي إيفيرناسيون و إستيفاسيون. والسبات عامة كنسميوه إيفيرناسيون بي ليفيرناسيون إيفير إستيفاسيون إتي و إيفيرناسيون يعني هو السبات ديال الحلزون. وكيدير جوج ديال السبات الحلزون كيدير جوج ديال السبات، السبات الصيفي وسبات شتوي. ملي كطلع الحرارة وما كاينش الظروف باش يقر الرطوبة اللي غترشو باش يفيق ياكل ويشرب كيمشي ينعس، كيحافظ على داكشي اللي عنده المخزون ديالو، كيسد على راسو بواحد الريدو واحد الغلاف خشين كيسد به على راسو كيتسمى لي بيفراغ، وكينقص من التنفس، ينقص من 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 الغذاء ديالو، ينقص من الباطمون ديال الكور ديالو، ويبقى خازن مخزن تما. خزن شي كمية كبيرة ديال الماكلة راه كيقاوم شهرين ثلاث شهور ديال الجفاف، ثلاث اربع شهور وكيموت، يعني الاقل خزينا كيموت. هذا اللي مخزن بزاف كيعيش واحد المده، اللي مخزن شويه راه كيتسالى ليه داك المخزون ديالو، البلا باتري ديالو اللي ديشارجا معاه في الايام فاش فاق كتسالى كيتسوطا. ولكن اللي مخزن مزيان، هذا الشيء علاش خصنا حنا الحلزون ديالنا يكون واكل مزيان، باش حتى الا خزناه كيكون عنده واحد المخزون ديال الطعام اللي غادي يحافظ عليه. وحتى حنايا كنوفروا ليه ثاني في التربيه، كنوفروا ليه الظروف باش ما يخسرش هو من داك الانرجي، ما يقاومش كما قال لكم السي عبد الرزاق قبيله، يعني واحد لاشون بالفروات اللي غادي نخليه فيه هذه الحلزون مرتاح، ما كيخسرش بزاف ديال الانرجي حيت هو من ذوات الدم البارد. يعني خص الظروف المناخيه ديال برا كتاثر عليه، الجسم ديالو ما كيديرش لي فور باش يبرد ويسخن. دونك ماشي بحال الانسان ولا بحال الحيوان الاخرى اللي كتسخن وقت البرد وكنبردو ثاني وقت الصيف، لا هو من ذوات الدم البارد. دونك كاين الحراره كما قلنا، وكاين الاضاءه ولا النور. سؤال عفاك، واش يمكن ان الحلزون يخرج من السبات ديالو الا كان ما توفرش ليه؟ بحال دابا الا دايرين واحد لاشومين ولا على حسب كيفاش غادي يبقى التغذيه ديالو، كيفاش غادي يدخل الا دخل منا في داك السبات، واش يمكن ثاني ينتعش بسرعه؟ هي الا توفرت ليه الظروف اللي يخرج، توفر ليه الظروف ديال الرطوبه خصوصا الرطوبه والحراره معتدله اللي يخرج. هاد جوج ظروف حراره والرطوبه الا شافهم متوفرين غادي يخرج من السبات ديالو. ولو يلا نعس يومين 15 يوم 10 ايام يلا دخل السبات وفرت ليه بحال دابا الحاله جو خبيتو انا في الفريغو درت ليه الحراره ديال 7 درجات ديال الحراره، يعني الدرجه المناسبه للاثبات، ومشيت رشيتو بالماء غادي يفيق ولو كاين 7 درجات. درتي ليه الرطوبه ديك الجلده ديالو غادي ترهف وغادي واحد النسبه منه غادي تموت، لان غادي يخرج غيلقى البرد غادي يتجمد، لان ما مهيئش ليها ولا حراره ثانيه. خليته حتى الوقت الحراره كاينه 45 درجه وخدو ترشاشات ديال الماء، فاق الحلزون خرج كيبقى الحراره واحد النسبه ديالو كتسوطا كيموت، لان هذاك الوقت ماشي وقت فاش يفيق، خصو يبقى مخبي حتى تقاد درجه الحراره ديك الساعه كينشط وكي دونك كاين الضوء. الضوء حتى هو كيأثر على الحلزون. الحلزون عنده واحد النوافذ في القوقعة ديالو، انا عندي واحد التجربة هنايا اللي كتشوفوا الضوء يعني كيدخل مع القوقعة، هو باش كيعرف طول ديال النهار والقصار ديالو، عنده واحد لوغلوج بيولوجيك لداخل، واحد الساعة بيولوجية كيعبر بها اوقات الاضاءة. ملي كتكون للضوء ليونيزيتي كتدخل ليه من القوقعة ديالو كيعبر، هو عنده لوغلوج بيولوجيك معطيه من عند الله، كيعرف بان واش النهار طويل ولا النهار قصير، كيعرف الفصول من هاد القوقعة ديالو كتدخل ليه الاضاءة. دونك كتأثر عليه الاضاءة في الحياة ديالو اليومية، واش غادي يدخل في التناسل ولا ما يدخلش في التناسل، الكمية ديال الضوء، الشدة ديال الاضاءة، والوقت ديال الإضاءة، يعني شحال ديال الوقت والضوء كاين، يعني كاين الضوء. غادي نشوفوا هاد العوامل، غنشوفهم إلا غادي نحفزوا الحلزون يدخل في التكاثر في هذيك الغرفة اللي غادي نهيئوها باش يتكاثر فيها الحلزون، أشنو هما الظروف اللي خصنا نوفرهم ديال الرطوبة وديال الحرارة
وديال الاضاءه كما قلنا في التناسل ديالو. يعني اليوم الحصه الاولى اللي غادي نشوفوا اليوم ان شاء الله كيفاش غادي ندخلوا الحلزون التناسل، كيفاش غادي يبيض، شحال ديال البيض، كيفاش كنحطوا داك البيض في قص باش نربح اكبر كميه ديال البيض. لان كاين الطرق اللي كتعتمد يعني كتسمى الطرق الطبيعيه، كيهزوا الحلزون البالغ كيلوحوه في البارك وكيتسناو حتى يتزوج، توفر ليه الظروف باش يتزوج ويبيض، ويتسناو هذاك البيض امتى توفر ليه الظروف باش يفقس من واحد النسبه. بالنسبه للصال هو خويا كنشعلوا ليه الضوء من 6 ديال الصباح حتى 11 ديال الليل، كتخصو في التناسل باش تحفز الحلزون التناسل ل 18 ساعه ديال الضوء. ولا شفتي حلزون بالغ وبغيتي تربيه في واحد الوقت، يعني الا غتخدم بلا ميثود ايطاليان ولا ميثود اللي كتسمى الطريقه الطبيعيه، خصك ما تحطش داك الحلزون في واحد الوقت اللي ما غاديش يكون عندك شده الاضاءه. مثلا الاضاءه ما مناسباش، ما كتطلعش الشمس حتى ل 8 ولا 7 ونص وكتغرب مع 5، يعني ما كيكونش عنده داك الوقت باش يتزاوج، خصو واحد النسبه ديال الاضاءه اللي تكون عنده في النهار باش تحفزو لاغو بروديكسيون التزاوج. يعني حتى الوقت سواء غتخدم بالطريقه الصناعيه ولا لا ميثود ميكس اللي كتسمى يعني كنديروا فيها لاصال دو برو ولونغريسمون بوحدو، ولا غتخدم بلا ميثود سوفاج، يعني خصك تعرف اشنو هما الظروف الملائمه للتناسل ديال الحلزون. هذيك 18 ساعه استاذ المجيد تنشوفوا شحال الضوء الطبيعي وتنكملوا بالضوء. هادشي الا درتي المنافذ، ولكن المشكل اللي حليتي النوافذ وما حافظتش على الحراره، لان بعض الخطرات لان حراره مثلا في هذا الوقت كاين البرد كاينه 5 ديال الدرجات على برا، وخليتي النوافذ غيدخلوا لك البرد، دونك غتخسر واحد الانرجي باش تسخن هذيك لاصال. اذا كنخليو الضوء الصناعي مستاد السويع، كندير واحد لامينيتري بحال هادي مؤقت، كنبرونشيو في الضو نشدو منو البولات، الضو ابيض ناصع وكنريقلو امتى غادي يشعل هاد الضو هذا وامتى غادي يطفى، كنريقلو ونخليه هو يطفي راسو ويشعل راسو بلا ما نبقى كل ساعه نفيق 6 الصباح نمشي نشعل عليه ونجلس ثاني حتى 11 ديال الليل ونمشي نطفي عليه. لا هادي ساهله، شحال ديال 70 درهم ولا شري كاع الغلوج الاخرى اللي هي ديجي سميتها نيميريك ونخدمها في البروغرام هذيك فيها الحجره، اما هذه الا مشات تقطع الضو خصك تعاود الريقله ديالها. هذه انالوجيكال، ولكن نيميريك فيها حجره كتشد لا ميموار، الهيرتز ديالها كتشد لا ميموار، واخا كاع يتقطع الضو يرجع كتبقى شاده هذاك البروغرام ديال الاضاءه وديال امتى غادي يطفى. دونك الحلزون اللي كي اللي كنوفروا ليه الظروف ديالو ديال 18 ساعه ديال الاضاءه 80 من 75 حتى 80% حتى 85% ديال الميديتي، كنوفروا ليه 20 درجه ديال الحراره من 17 حتى 20 حتى 22 كاع ديال الحراره، غادي يدخل في التزاوج. يعني المرحله ديال التزاوج ديالو يعني كيدخلوا جوج ديال يعني جوج ديال الحلزونات كيتلاصقوا بعضياتهم باش يتزاوجوا وما يحطش البيض ديك الساعه، يعني خصو واحد النسبه واحد المده عادي يحط البيض اللي كتمتد من 15 يوم حتى 20 يوم، يعني عادي يحط البيض. ممكن تكون قل وممكن غير نحطو لان ديجا كان تزاوج قبل في البارك ولا شي حاجه، ملي كنحطو في لابواط ولا كنحطو في لاصال مباشره بعد ما يفيق من السواد كيمشي يبيض. يعني غادي نهضروا على هاد الحالات هادو في سميتو وضع البيض. اش كيدير هو؟ كيقلب على شي حاجه بحال التراب، في الطبيعه كيقلب على التراب، ولكن حنايا في 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 سميتو في التربيه حنا كنوفروا ليه يعني دي بواط كنعمروهم بلاتور ولا الرملة ديال الواد نقية كيمشي بيض فيها، خصي حاجة فين يحط البيض ديالو فين يحفر العش ديالو، ديك المدة يعني كيحفر العش تقريبا واحد 5 حتى 10 ديال السنتيم، كيحفر حتى 8 ديال السنتيم يحفر باش يحط فيها العش ديالو. والمدة اللي كتستمر هو خاشي راسو يعني في ديك البواطة ولا في ديك التراب كيخشي راسو، يعني تما وحيد عنده البلاصه ملي كيلوح البيض هنايا في الجنب ديال العنق ديالو، ما فين عنده داك لوغيفيس، ما فين عنده
يعني المهبل ديالو ملي كيخرجوا البويضات كيخشي راسو وكيخيط ليه لوحدو البويضات تما، والمده كتختلف على عدد البيضات في العش. كاين اللي غيحط 50 بيضه، كاين اللي عطاك 80، كاين عطاك 100، كاين عطاك 200، 260. واحد الصديق ديالنا حصل 300 بيضه حاله زونه باش نوا تبارك الله. واحد الحاله زونه عطاتك 300 بيضه. حنا في لي كالكول علاش كنعتمدوا في الاحصائيات ديالنا كنعتمدوا على 80 بيضه كوم موين، يعني كنقولوا هذه الحاله زونه غادي تعطيني واحد 80 بيضه، تعطيك اكثر وحده تعطيك 200، واحد تعطيك 120، واحد تعطيك 45، تعطيك 30، واحد تعطيك 50 نقلة موين. علاش كنعتمدوا في الحسابات ديالنا باش نعرفوا شحال خصنا ديال البيض اللي غادي نفرخوه على حسب المساحه الخارجيه اللي غادي نخدموا فيها، لان كاين تما واحد النسبه ديال الكثافه اللي ما خصنيش نفوتها في المساحه الخارجيه. شحال من حلزون غادي نربي هو اللي كيقول تما كنرجعوا الحساب للور. اذا ملي غنربي واحد العدد ديال الحلزون في واحد المساحه معروفه غادي نرجع للور نقول اش خصني ديال البيض، وهذاك العدد اللي خصني ديال البيض هو اللي كيعطيني الحساب شحال من حلزون خصني بالغ. كنقول 80 بيضه لكل حلزون، وكنضرب غنديروا عمليه الحساب اللي غنرجعوا ليها ان شاء الله في 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 الحصه الثانيه ديال تسيير ديال الضيعه ديال التسمين، كيفاش كندير هذه الحسابات كلها غادي نرجعوا ليها. شحال الدوره ديال التبييض اللي كاين عند الحلزون في السنه؟ في السنه في الطبيعه من 2 حتى 3، وفي نفس في كل دوره يقدر يحط 100 100 100؟ لا يعطيه يختلف على حسب واش ديك كاين مده كلام مزيان، لان حتى الماكله كتلعب دور على حسب العدد ديال البيض. واش كلام مزيان عنده دي بروتين عنده الكالسيوم باش يبيض ولا ما عندوش، ظروف ملائمه مناسبه وباش غادي باش غادي الحلزون كيقلل العدد ديال البيض. لهذا حنا في التربيه كناخذوه مره وحده كيبيض كنحيدو دوك الفرصات وصافي كناخذ دوك البيض، حتى لهاد البيض هذا ملي كبر هما اللي كنختاروا ثاني لي غبقوا الامهات الاخرين اللي غنخدموا بهم على الاخر، ما كنخدموش بنفس الامهات حيت باش يبقى لينا داك العدد الكبير دائما، لان ديك البيضه الاولى اللي كيعطي لك داك العش الاول ولا داك البيض الاول اللي كيعطي هو اللي كيكون فيه الكميه ديال البيض اكبر. نعم كيفاش غادي نعرفوا الاسكاربو بانه راه بلا، يعني واش هو صغير واش هو كبير؟ ودابا بعد قلتي لنا بان راه كياس التناسلي ديالو يعني في ذكر وانثى. ذكر وانثى، كيفاش كيكون التزاوج ديالو؟ نعم. التزاوج ديالهم كما شفنا في الصورة هو هذا. جوج ديال الحلزونات كيتلاصقوا، وحدة كتعطي يعني القضيب ديالها في الأخرى، هذه كتعطي السبيرماتوزويد لهذه، هذه كتعطي السبيرماتوزويد لهذا، حيت المنطقة فين عندهم الأعضاء التناسلية متقاربين في نفس المكان. هاي عندها البينيس وعندها الفاجا، هذه عندها البينيس وعندها الفاجا وكيتلاقوا بعضياتهم. دونك باش كنعرفوا الحلزون بالغ ولا ماشي بالغ، هذا الشابو اللي كتلقاو في اللفان ديال القوقعه، هذه القوقعه ديالو راه عنده واحد الشابو كيطلع واحد الشابو، يعني هذا هو اللي كيتسمى لا بوغديور، كتسمى اسكارغو بوردي. يعني ملي كنلقاو هذه لا بوغديور هذه وكنلقاوها قاصحه، لان ملي بحال كيبدا كيبلغ كيكبر كيولي ادولت كتلقاها رطبه واحد شويه كتلقاها صحيحه متينه، يعني هذا سيتان اسكاربو ادولت. هذا يعني كتشوفوا الشابو ديال دوزو الاخوان كلهم يشوفوا، يعني هذا سيتان اسكاربو ادولت، يعني داير واحد الشابو في لافان ديال لاكوكي ديالو، هذا ما بقاش يتزاف داك البيض داك اللي خارج ايه داك الشابو من لافان ديال القوقع، كتمشي هكا سبيرا ولكن غير كيبلغ كتطلع راه تلقاو العمر ديالو يقدر يبيض لنا ولا يبيض. غالبا كيوصل لاج ادولت في 6 شهور ديال التربيه، 5 شهور 4 شهور على حسب هذه التسكوس ما بقاتش. كاين اللي كيكون مزيان عنده الجينات ديالو يعني مجهدين ممكن يوصل البلوغ في 3 شهور ونص بعد ما تجيب الفراخ وتحطهم في البارك يكبروا. كاين اللي شفنا حالات حنايا في الجيده شهرين ونص جابوا الفراخ من الطاليان حطوهم في البارك شهرين ونص بداو كيبانوا منهم حلزون بالغ، يعني
داك اللي كياكل مزيان وكيترانسفورمي داك الماكله ديالو كيحولها يعني بواحد السرعه. وهادو من بين الحاله الزمات اللي كنختارهم انا ناخذهم نخزنهم ك يعني دي ريبروديكتور فيوتشر، لان عندهم واحد السرعه واحد واحد البوتونسيال جينيتيك مزيان. فهادو كنستغلهم هادوك اللي طلعوا بكري دغيا طلعوا كبروا هادوك هما اللي كندير منهم السوش ديالي انا اللي غادي نبقى نفرخ منهم الفراخ اللي غادي نربي مره اخرى. يعني من هذا في التربيه. اما في الطبيعه ممكن يبقى عام 18 شهر 16 شهر على حسب الظروف، لان يلا بدا كيكون القوقعه يلا عايش وتحبسات الشتاء يعني ما بقاش لي ميديت جال البرد كينعس ما بقاش كيكبر. سير ثاني كل مره كيزيد، مره يزيد سيمانه مره يزيد 15 يوم، يعني كيختلف المده، لان هذاك الديفازاج ولا الديزيكيليب اللي كيكون في الطبيعه كيخليه ما كيكملش داك البلوغ ديالو في واحد الوقت واجز. اما هو 6 شهور كيوصل مرحله ديال البلوغ 6 شهور. ما قلناش على المسألة ديال التبييض، إذا هذا الحالة زون بيض مثلا في الموسم بداية الموسم بدا هو الموسم ديال التبييض الأولي ديالو، إذا من الأفضل ما نعاودش نحفزو باش يبيض ما طول العام، نخليه حتى يدور عليه العام ثاني ولا باش. علاش كنهضرو دوك على اش من طريقة ديال التربية؟ كنهضرو على طريقة طبيعية. لا لا أنا كنديرو زيد ليه دور في الملائمه ديالو، ما بقاش نبيض ناخذو مره اخرى هذاك صافي ماشي نخرجو للسوق ولا نخزنو تنجمعو مع ولادو اللي غادي نبيع في السوق يكون ضعيف، حيت ما بقاش يحتاج داك الانتاج نفس الانتاجيه. فاش كناخذو من ولادو اللي كبروا وصلوا لاج هذاك العمر ديال البلوغ، منهم كناخذ ثاني دوك اللي هما تمشي نحطهم في السوبات باش ملي توصل ثاني الوقت اللي خصنا نفرغ كنهز هذوك الولاد اللي غادي اللي كبروا وبلغوا هما اللي كيعطيونا يعني سلاله جديده. حيت غير هذيك اللي في التوليد واش ما كيضرش اثر على الجوده ديال اللحم ديالو الا غادي نخرجوا للسوق؟ هادشي باش سولت انا. عندنا واحد القضيه من بعد كنخلطوا السلاله ديالي مع السلاله ديال الاخر باش ما يكونش داك التزاوج ديال الاقارب ديك لا كونسونغونيتي ما تظهرش عندي باش ما تفقدش ديك الجوده. كنخدم بها واحد العامين بهذيك لا سوش ولا ثلاث سنين كنخلطها ولا كنبدلها كاريما، يعني كنخرج كلشي شري ثاني فراق جداد كنبدا ثاني من اف ام، يعني الجوده غادي سميتو ولكن غيبقى يعطيني ولكن غادي يبقاو يبانو دي فورماسيون في لاكوكي غيبقى يعني الجوده غادي تنقص شويه. فاش كندير انا كيما كنخلطو يعني مثلا حنا تعاونيه، انت عندك البارك ديال شريتي من الفراخ من بلاصه، هذا عنده البارك ديالو، هذا عنده البارك ديالو، مره في مره كان في عامين ولا في ثلاث سنين كنخلطو، نعطيك 100 كيلو تعطيني 100 كيلو، نعطيو ثاني لهذا 100 كيلو عطينا، كنخلطو دوك لي غوبخو باش تخلط السلاله ما تكونش نفس السلاله اللي كتزاوج. خاص تكون نفس السلاله. نفس السلاله، عندك سؤال مهم، يعني لونطالا ما لا مورغيت ما كتزاوجش مع الهيليكس اسبيرسا، والهيليكس اسبيرسا ما كتزاوجش مع لا بورغون، لا بورغون ما كتزاوجش مع ما كيتزاوجوش خليط السلالات ما كاينش، اما البتي غريب غروبي بوحدو، يعني الهيليكس اسبيرسا بعضياتهم، لونطالا بعضياتهم ولا لا مورغيت بعضياتها. في بابيزانا بعضياتها، لا كاتينا بعضياتها، لا بورغون بعضياتهم، يعني ما كيتخلصش ما يتخلطوش السلالات. إذا الفراخ واش موجودين هنا في السوق؟ موجودين موجودين، خصوصا ديال ليكسا سبيرسا ديال لوطالا مازال ما كاينش شي حد اللي هو مختص في الإنتاج ديال الفراخ ديالو، كاين تجارب عند الإخوان ولكن مازال ما وصلت التجارب ديال التسويق، يعني تجارب غير ديال يعني اكتساب الخبرة. فرخوه من الناس، فرخوه لطالا، عندنا واحد الصديقة ديالنا ودكتورة في الجامعة في القضائية عندها الفراخ عندها الحلزون في لابوراتوار اللي كتخدم معي هو الموضوع ديال لاطيز ديالها، كتفرخوا ديال لطالا وكتفرخ لي ليكساس فيرسا. وكاين واحد السيد تا هو في ازيلان، صديق ديالنا تا هو في ازيلان عنده نفس الغوبخو حط فيها لي ليكساس فيرسا وحط فيها لطالا، يعني وفرخ هاد ليه وكلشي، يعني هي لها الظروف وعاونها باش يعني تعطي للبيض. وكاينين دروك بداو تيبانو يعني شركات ولا تعاونيات اللي كيبيعوا الفراخ ديال بحال هذا عندنا في المغرب. في الاول هذه سنتين كنا كنجيبوهم من برا، كاع الناس اللي بداو في 2019 2020 جبنا الفراخ من برا اللي كيتشراو، وشو كيتشراو غالي حيت البدايه دائما. وهما منين جابوا هاد الفراخ هادو
من دوك الامهات داك اللي حنا كنا كنبيعوا لهم بالكيلو كيصدروا لينا بالفراخ. علاش حنا ما نديروش حنايا نكونوا عندنا دروك نمشيو نجيبوا هذاك الاخر اللي عندنا في الطبيعه هذاك، ما بغيناش نجيبوا الاخر اللي هو ديال الفاس سبيسيال ديال الفاس، نجيبوه من الطبيعه ونهيئوا ليه الظروف، يعطينا المره الاولى حيت مازال ما مندمجش مع التربيه، يعطينا واحد الكميه قليله، هذيك الكميه قليله ثاني غادي كنطوروا فيها حتى كتولي عندنا واحد لاسوش واحد السلاله اللي تكفي يعني الاعضاء تقول كله. وكاين التعاونيات دروك، كاين بعض الاتحادات اللي تكونوا ديال التعاونيات اللي هو مهم مهم، هاد الاتحادات ديال التعاون، كاين تعاونيات وكاين الاتحادات ديال التعاونيات، كاين واحد الاتحاد في الجديدة، كاين اتحاد في سميتها في الشرق، وكاين اتحاد كتكون هنا في لا ريجون ديال سوس، كاين فيه واحد ثلاثة ديال التعاونيات، غادي هما ما عندهمش البروغرام ديالهم هو غدا ولا بعدو، إلا فاش غادي يحضروا، هادوك تا هما كيكونوا الاتحاد من بعد إن شاء الله ملي تعرفوا عليهم، تانتوما تنضموا الاتحاد ديالهم كيفكروا باش يكون عندهم واحد الوحدة وحدة اللي تصنع اللي تنتج لهم الفراخ وحده للتحويل وحده للتصدير، يعني لهذا الجروب كامل باش ما يحتاجش كل واحد فينا باش يدير واحد لانفيستيسمون في 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 الغرفه ديال التوليد اللي غتكلفوا يعني البانو سوندويش وهذه، وما يحتاجش يدير لانفيستيسمون استثمار في لا شومبر فروات غادي تكون في الوحده، وما يحتاجش يعني يكون عنده واحد الوحده ديال التصدير اللي هي اغري بارونسا باش يقدر يكون عنده لاغريمون ديال التصدير، يعني هاد الظروف كلها غادي تيسن لي غادي نتكونوا لتحت. هذا هو الفكره حتى ديال يعني الاستراتيجيه ديال الدوله الان باش هاد الصغار يتحدوا باش يكون عندهم واحد القوه، يستافدوا من الاعانات، يستافدوا من بزاف ديال الامور، تسهيل وسائل النقل، تسهيل يعني الظروف الملائمه للعمل، غادي هاد الناس اللي كيفكروا غيديروا واحد ديال استخراج الهلام، غيديروا واحد ديال انتاج مواد تجميل من الهلام ديال الحاج من البيض ديال يعني واحد العدد ديال الظروف اللي غادي تساعد حتى يعني ليكيداسيون ديال لو برودوي ديالنا حنايا. مثلا تشديتي 500 كيلو واحد نتشطون باش نصدروه للخارج من المستحيلات تما فين كاين الثمن يعني مزيان، بعتو في المارشي لوكال الثمن غيكون الثمن مرفوق، يلا غتجي فيه لي شارج ديال، ولكن باش تكون واحد المنتوج خصهم 1000 متر 500 متر راه قليله بزاف، ولكن كبدايه كتجربه خصها تداب باش نعرف ونحتك مع الهالازون، نكون عندي في التجربه فيه ونكون يعني واحد الانسان يعني متمرس قدام، كان هادشي اللي كنسمعوا فيه فورماسيون كنطبقوا في ارض الواقع باش تسهل عليا لما يجي الفرصه ديال الانتاج كبير وتجي الفرصه ديال عقد شراكات مع شركات اجنبيه ولا على مصدر ولا على مؤتمنين ولا على مجمعين، كنلقى راسي بعدا راه بعدا عندي تجربه وعندي السواد ديال المهنه في يدي، قال لي هذه حتى الدار ولا ثلاثه الدار اربعه الدار عرفت كيفاش غادي نخدم، عرفت كيفاش غادي نسير، يعني تمرنت في هذاك في ذاك 500 متر ولا 1000 متر تمرنت فيه، احتكيت مع الهالازون، احتكيت مع سميتو عشت ذاك ذاك الريسك ديالو عشت معاه، لان حتى هو راه ميدان خصو المبادره خصو المغامره خصو التحدي، الفخا ما كتوفرش لك الظروف كتبقى تتحدى انت بهذه الظروف هذه باش تحافظ على ذاك المنتوج ديالك. اذا وضع البيض كما قلنا كيحط واحد الكميه ديال البيض وكتختلف من الحلزون للحلزون، والبيضه صغيره يعني كرويه ودايره بها واحد القشره مطاطيه، عاد تورك عليها تهرب ليك دير داك كانت بومبا مطاطيه، دونك الحلزون كيحط بين 40 حتى 130، قلنا كاين حالات اللي حط فيها 260 بيضه بحال هكا، كيحط الحلزون راسو في التراب في ديك الحفره اللي تقبها باسم كيبقى يحفر 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 حتى كيلقى واحد العمق اللي هو كيرتاح كيطمئن بان هذه البلاصه غادي يكون فيها محفوظ الحلزون ديالي ما يوصلوش الاعداء ما يوصلوش كذا ومحفوظ، يعني عنده هذا هو عارف حتى هو ماشي غير يجي ويرمي البيض ديالو خصو يحافظ عليه يحافظ على السلاله ديالو غادي مبرمج عليه. دونك ملي حطينا البيض غادي خصو واحد الوقت باش يفقس هذا البيض هذا، اذا كنحافظوا على هذا في الطبيعه واحد النسبه قليله اللي كتنجح، علاش الطريقه الايطاليه ولا الطريقه السوفاج ما كتنجحش 100% ما كتعطيش مردوديه، لان هذاك البيض اللي حط لنا هذاك الحلزون واخا حط لنا حتى 200 بيضه ما توفرش الظروف ما غاديش تفقس، ولا كاع توفرت الظروف كتفقس ديك النسبه الفوق اللي هي الاخرى اللي مزيره تما في ديك الحفره وداك الشيء واحد العدد منها كيموت،
يعني ديك واحد حتى 25% ديال البيض اللي كينجح في الطريقه يعني الطبيعيه. اما في الطريقه العصريه حنا كنوفروا ليه دي بواط، كنحطوه في دي بواط ونفرقوا بعضياتو ونعطيوه اتساع فين يفرخ كامل، يعني واحد 80% على الاقل، واحد 70% ديال البيض كتنجح كلها في التقيس. يعني نشوفوا هذه البواطه هذه حطوا فيها عشاش ديال البيض بحال هكا، عشات فوق ديال البيض محطوطين هكا، وصلت الوقت ديال التقيس ديالها. شوف راه فقس غالبا واحد 80% ولا 70% ديال البيض فقس كامل. اذا ملي كان حنا نتحكموا في بعض الظروف كننجحوا العمليه ديال الانتاج ديال الحلزون. اما الا خليتو في الظروف الطبيعيه راه ما عندك حتى حساب، كيبقى الانتاج ديالك الياطوار. واش غتنتج كيمياء؟ ما يمكنش دير مع شي حد عقده تقول لي غنبقى نوفر لك واحد 30 طن في 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 الدوره ولا 20 طن ولا. ما تقدرش. علاش؟ لان عندك هذاك الشيء مبهم، النتيجه مبهمه، فيها علامه الاستفهام، واش عرفتيش واش غنجيب ولا ما نجيبش. ولكن هنا على الاقل كتكون عندك واحد النسبه ديال سميتو ديال البريفيزيون، عرفتي شحال تقريبا ديال في المده فاش غتخدم وشحال الكميه وكذا، كتعطي واحد رقم تقريبي للانتاج ديالك. وهذا الحلزون يعني كيفقس من خلال جوج الاسابيع حتى ثلاثه الاسابيع، من 16 يوم حتى 30 يوم مع درجه ديال الحراره اللي هي نفس درجه ديال الحراره ديال 20 درجه اللي كنحطوه. عوض ما نديرو كوفوار ونديرو لانكيباتور، كنحطوه في نفس الغرفه فين حطيناه يتزاوج، كنديرو لي زيطاجير ونحطو فيه لي بواط ديالنا بحال هكا، كيتسمى لي بواط لي كلوزوار، باش يفقس فيها البيض في هذيك الدرجه ديال الحراره. وما كيحتاج لا ماكله هنايا لا ما، هذيك ليميديتي ولا هذيك الرطوبه كاينه في ديك لاصو اللي حطينا ليه النهار الاول فاش حطينا العشاش، لان كنخرج واحد سنتيم ديال الفرن في البواطه، عاد كنحطو دوك العشاش ديال البيض. غادي نمشيو للقاعه فين حطينا الطبله ديال التزاوج، غنشوفوا هاد العمليه كلها ان شاء الله. غنحطوكم في واحد الصوره تقريبيه ان شاء الله على الغرفه ديال التكاطر، كيفاش كتكون الطبله ديال التكاطر، لان الحلزون خصني نوفر ليه الظروف والماتيريال سميتو باش نحافظ عليه في هذيك البلاصه اللي غادي ندير فيها التزاوج. دونك وضع البيض كيكون 15 يوم حتى 25 يوم بعد التزاوج، والعمليه ديال وضع البيض كتستمر 24 حتى 48 ساعه على حساب سميتو. لانكيباسيون 16 يوم حتى 30 يوم باش يفقس سميتو. التزاوج بعد ما يفيق الحلزون من السبات، هادو هما يعني كيبدا في التزاوج من البدايه، من اليوم الثاني من ما يفيق من السبات كيبدا في التزاوج. والمده ديال التزاوج كتمشي من 8 حتى 12 ساعه المده ديال التزاوج. والبيضه كتكون بين 0.02 حتى 0.0 غرام في الوزن ديالها. وملي كتوصل هاد لو بوا هذا وكتبدا كتقلب على الماكله، ديك الساعات كنديوها للمكان ديال التسمينين.